كانت فعاليات القمة الخليجية الصينية قد عقد بالمملكة العربية السعودية بمشاركة زعماء وقادة دول الخليج. وخلال كلماته بالقمة الخليجية الصينية، أكد ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان أن القمة تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الخليجي الصيني. إن قمتنا هذه تؤسس لانطلاق تاريخي جديد للعلاقة بين الصين والسعودية، تهدف لتعميق التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في جميع المجالات وإلى تنسيق وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية. تعتبر دول مجلس التعاون جمهورية الصين الشعبية شريكا أساسيا مهمة لها، وقد انعكست الثمار الإيجابية لهذه الشراكة على مصالحنا المشتركة وعلى أمن منطقتنا واستقرارها. وأن النمو الاقتصادي المتسارع وتطور التقني الكبير الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية تحت قيادة فخامة الرئيس شي جي بينغ قصة نجاح تتجلى في مكانة الصين الرائدة الاقتصادية العالمية، وتولي دولنا أهمية قصوى لرفع مستوى الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية، باذل الجهود لتعظيم مكاسب هذه الشراكة، كما تتطلع دول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وخلق شراكات متنوعة في ظل الخطط التنموية الطموحة لدول المجلس، ونشيد بالتطور المتسارع في العلاقة الخليجية الصينية وبالتنوع الواضح في مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.